مرحبا. أسوأ رد فعل بيجي لنا لما منكون متعرضين لخيانة لأذية، أسوأ رد فعل هو إنك تحس أنا بورجيت، تقولها هيك ولو بينك وبين نفسك. حيشوف بدي أعمل، يعني بدي كرس جزء من حياتي. بحس أنت بالدرجة الأولى بتكون عم تأذي نفسك كتير، تعرضت لأذية مو كتير من أشخاص كتيرين، لأنه أنا مثل ما بتعرفوا بعتقد أنه النفس البشرية دائماً خلقت لتكون الأفضل، وخلقنا بمزايا كتير. نحنا أوقات مع الأحداث بنتخلى عن بعض منها، بس المهم اللي بدي أقوله، شعور الانتقام شعور سلبي للشخص نفسه مو للآخر. إنك بدك تنتقم من الآخر فهو بتكون عم تنتقم من نفسك، لأنه بدك تفرغ وقت، بدك تتخلى عن كتير مشاعر نبيلة وإلها علاقة بالمحبة وبالشعور وبالحس، مقابل إنك تفكر كيف بدك تأذي الآخر، أو حتى الانتظار، أو حتى أنا برأيي إنك تنتظر إذا لا سمح الله وقع الشخص الآخر أو صار له مشكلة كبيرة، لأنه دائما بفكرين بالشخص الآخر، فمشان هيك بقول لا سمح الله، يعني فكر بمين بتفكر إنه إذاً أذى بدك تشمت فيه. حتى هذا الشعور بيأذيك ولو شوي، يعني إذا فكرت كتير كتير بينك وبين حالك بتعرف إنك أنت ما بتحب هذا الشعور، لأنه ما كتير مرتبط بالمحبة وما مرتبط بالنبل اللي نحن دائماً بنسعى له كل حياتنا. مو معناها إنه هو يعني إنه نحن لازم نكون مثاليين 100%. أنا بقول كل يعني كمان مرتبط إنك تحب نفسك. إذا بتحب حالك أنت غير قادر على شعور الانتقام، يعني بياخد وقت، بياخد من نفسك، بيهد فيك أشياء أنت مضيت وقت كتير طويل لتبنيها. الانتقام بيهد يعني تقريبا أنا أكيد منها. هدول رفقاتي اللي يعني عايشة أنا سلام عليكم تقريبا، مثل أولادي يعني بعيش معهم أكثر من أولاد. زيك آدم لو أي طبعا بغنى عنك. أهلا أهلا، ما بتحبك هاي يا حلوين. ازيك يا صولا؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. طبعا في كلمة كتير بتزهق منها، أكيد بيقولوا لك إنه أنت شكلك كتير أحلى شخصي، صح؟ آدم طبعاً واحد تاني. أنت أحلى شخصي، صح؟ أنا أطول على التلفزيون. يعني أنا ميزة التلفزيون إنه بيطولني، بس شكلي قابل للطول على التلفزيون. مظبوط. فهي نعمة. آدم حدا تاني. ولا أنت ضعفت؟ لا ضعفت وقصيت شعراتي. إيه كتير كتير حلوين، مع إنه كمان أنا كتير كنت حاببتهم الطوال. كان شكلك هيك. حبيت غير شوي يعني. إيه هو يعني لتغير لإلك أنت بحياتك. إيه إنه طبعاً. وأنا كمان حابة أغير اليوم، عملت هذا لوك كأنه حطيت فرشة بقلب شعراتي. لا حلوين جميل. وحاسة يعني حدا عم يشدني لورا وأنا عم شده لقدام. بس وكنت بدي أحط النظارة هاي هلأ على كتير هيك موضة، بس بعدين قال لي جوزي شكلك مثل الدكتورة، فقلت شيلها بس حطها هون يعني. تمام ممكن هنا أنا أرجيكم من عندي نظارة. أي ممكن حطها على راسي. أي أهلا وسهلا. أهلا فيك. إمتى أجيت؟ أنا امبارح. أي الحمد لله على سلامتك. أجيت من لبنان. الحمد لله على السلامة. أنا جاي من بيتنا. أنت جاي من بيتكم بعرف. لؤي أنت غنيت لمرتك؟ شو غنيت لها؟ لسه منزلش الشغل. لسه بألبومك الجاي؟ لسه إن شاء الله. وشو عملت لك كم أغنية؟ لغاية دلوقتي 2، يعني اللي اكتفيت بيهم في الألبوم ده 2، أنا منقي منها 5. طب هي شو عاملة؟ أنا اليوم عرفت إنه مرتك بتلحن. رشيدة الحارس. طب شو عاملة هي؟ عاملة كنزي، أغنية كنزي لعمرو دياب. عاملة والله ارحم قلبي المشتاق لإليسا. يعني هي يعني مهنتها. ايه أنا فكرت هيك بس للهواية. لا وبتعزف؟ عندها شيء آلي؟ أورج. والله ما شاء الله. بتعرف ما بعرف اتخيل يعني ست بتلحن. ما هو ما فيش ملحنات
يعني إيه حتى لما هي ظهرت تكلموا في الموضوع ده كتير في الصحافة تكلموا في الموضوع ده ان مفيش ملحنات وهريت يبقى في ملحنات ويبقى في شاعرات ويبقى في ففي شاعرات في كتير في بس شاعرات ملحنات ما في ملحنات يعني حتى ما بعرف اتخيلهم دائما لانه بنتخيل الملحن له هيك ستايل معين ما بعرف ليه مرتبط دائما الملحن عندي الملحن انه عصبي مثل حلمي بكر يعني الاستاذ حلمي انه الملحن لازم يعني انه طول الوقت هيك معصور راسه مشان يطلع الحان وعصبي معصب طول الوقت لانه الجمل يعني عنده مشاكل طول الوقت الجمل بده يظبطها يعني ما بتزبط على الست التلحين ولا ضابط عشان ما شفناش بس كتير ملحنات عشان كده غريبه شوي انا بعرف وحده بلبنان بتوزع موزعه استغربت لا موزعه صعبه كتير شوفي يعني قديش اصعب من وحده كتير اصعب يعني اكيد كتير اصعب توزيع بتعرفي يعني بده شغل تركيز اكبر تركيز اكبر وهي شغله شباب بحسها يعني اي مثل الجيش عشان الجهد صح مجهود عشان الجهد اللي فيها والقعده مجهود ولها شكل تركيز يعني كمان الست ما كثير بتعرف يعني تفصل اللي بتفصل هي بتكون بقى يعني انا مثلا مؤخرا بس فصلت بس أوكي. يعني مؤخرا صرت افصل عن بيتي عن الاولاد عن مشكله صايره معي الرجال اكثر قدره يعني الرجال بيكون مثلا يعني دائق مرته قتله بالبيت بس بيقدر يطلع يشتغل عادي وبينسى تماما ولما يرجع بيرجع بيكمل المشكله مع المدام مجرد ما بيختلط طبعا في بس الست ما بتعرف تعملها يعني اذا شوي زعلانه من جوزها او مقهور الرجال لانه الاكل اليوم شوي ملح زايد بتتدمر حياتها ما بتعرف لا الست ما بتعرف عشان حبيبها بس ما هو بيخصها يعني بيهمها كثير بتنشغل بالمشكله كثير انا كنت لدرجة مثلا سمحتك يعني هي من أسهل أغنية وأكثر أغنية غنيتها بحياتي سمحتك طبعا إذا كنت متضايقة عندي مشكلة طلعت على المسرح وكنت على الهواء كنت عندي حفلة على MBC ونسيت سمحتك كلها والله العظيم أنا سألت الدكتور قلت له دكتور شو كان بس قلي أول كلمة فقال لي دكتور خالد سمحتك نسيت دكتور خالد قلت له وبعدها تاني قلت له وبعدها يعني كلام كتير. شو نسيتها كلها واغنيه كنت المفروض يعني لازم يعني لازم اغنيه مهمه لناس مهمين وبدي اقولها على الهواء وطلعت كمان ولا كلمه بتعرف اصلا انا بيحصل لي ده انا اسفه لانه عندي مشاكل طبعا انا بيحصل لي ده في حاله واحده بس لو انا بادئ في البوم جديد فببقى شغال فيه ويجي لي مثلا حفله يجي لي اوردر عادي كأفراح يعني كتير جدا ممكن يعني مفصلش يعني ابقى في الاستوديو بعمل في الالبوم الجديد وعندي سي شغل ايه شو بتعمل اروح انسى يعني انا مرتين بالظبط في حياتي نسيت رحت الاوردر نسيت ايه لا والفوكال طبعا هو بالنسبه للفنانين هذا الفصل كتير صعب كتير يعني بياخد وقت انا يمكن يا دوب مثلا صار لي سنتين بعرف اعملها يعني هلا صرت بعرف انه لما اشتغل لازم انسى اولادي يعني لازم ما ركز فيهم تماما ولما بركب السياره بدي اروح عند الاولاد بصير بدي طير بتذكرهم بس لما خلص شغلي بنفس اللحظه بيجوا على بالي بس ولا حتى بموبايل بركز ولا شيء يعني وصلني فيهم عندك اولاد دوم عندك تجوزت كم مره ولا مره مره واحده مره فكرت جوزت مرتين ثلاث بعد جوزت كثير صغير صح وهلا ما بدك تتجوز مره ثانيه توبة وانت تجوزت بكير وعندي ليمار بنت برافو اي ليمار اول مره بسمع الاسم الله يخليك اياها قد ايه عمرها سنه وثلاثه يا الله ما احلاهم انا نفسي بس ادم وعلي يصيروا سنه ما شاء الله انا عايز اقول لك مبروك مجالك طبعا الله يخلي لي اياك يا رب بجننوا اليوم المفروض اول يوم بيبتدوا ياكلوا نعمه من عند ربنا سبحانه اليوم اربع شهور ويوم عملتي لهم غنيه صار لي قد ايه عم اقول نفسي انت عملت لها؟ لا طبعا غنيت لك تقريبا لا وانا وياك حلم حياتي اغني لهم وانت بتغني لعادم اوكي انت طبعا لادم يا الله يعني اتصور انه انا عامله اغاني زمان يعني بعمل اغاني لاولاد ناس يعني بيطلبوها مني ببيات بيكونوا ولدانين عامله يمكن اكثر من شيء 400 اغنيه اكثر يعني كانوا اللي بحبوني حاسبين لي اياهم لانه حتى الاغاني البرايفت عندهم ولاولادي ما عملت انا فعلا وكان نفسي من يوم ولده انه جاي على بالي اعمل للاربعه الله يخليه لازم هلا ايه لازم والله لانه كثير ضميري واجعني انا بالضبط كده انا زعلان بقى من دي ان انا يعني اول ما بعرف ليش ما بنعرف اول ما طلعت انا عن جد عم بقول لك بغني انا وياكي خلص اوكي وعد وعد والله وكي على ورقه تعال خلص
هلا حجيب لك قلم وانت كمان قبل ما تمشي كمان بدي وقعك على شيء يعني في لازم بدك توقع عيني ده اساسي يعني حشوف لك بدي اشوف مناسبه غني انا وانت يعني حاستغلكم اسوء استغلال شو بدكم تغنوا شو بدك الا احنا معك حابين لك اصلا هو ما فيش حمام في بجد لهالدرجه انت يلا تعال هون هنا يا سلام هيك روح يمين والله يعني طول الطريق ما انا طول الطريق يعني يلا بس طول الطريق صح عندك حق لانه زحمه هون فالطريق بياخذ وقت فبالتالي شو نغني يا حلو انت قدوم شو بدك نغني نغني يا الله شو بحب اغاني بس انا عندي مشكله باغانيك تخيل شو هي يعني ولا غنيه كان انا في ناس قالوا لي اياها بس ما عرفت ما فهمت شو قصدهم في اصحابي قالوا لي بتعرفي اصاله حتى وانت عم تغني اكثر نحن بنبكي منحس انه انت كثير محتاجه الفرح وبتغني وانت يعني فرحانه بس هيك بنتفاعل معك لدرجه النبي انا بتصير معي بسمعك يعني بما انه بس قبل ما يجي الوقت بدي اعمل لك بكي كل ما بسمعك بدي اعمل لك غنيه تضحكك يعني لا وحتى اغانيك اللي بتضحك بتبكيني كل اغانيك بتبكيني هلا بدي اغني لك اغانيك شوي بدي اشوف صح غني لي اغنيه نفسي غني غنيتك ولا لما يجي طب تعال نغني انا وانت شو بدك تقول اللي بدك اياه لو تعرفه يلا لو تعرفه ولا على بالي اكتب النية الله يوفقك طيب بأمرك على بالي انا هي الاغنيه يلا مشان بس لانه ممكن تدمرني هي الاغنيه عم فتش على كلام على بالي تخيلي مالك حافظها كمان انا بس بخاف انا حافظتها بس بخاف لخبط لك فيها يعني حرصا على اغنيتك بس لا حبيبتي انت فيك مع اني بمسك الورقه وبغمض عيوني انا يعني حتى ما بقرا على بالي اكتب غنيه على بالي على بالي تحكي عاللي صاير فيي وشو غير احوالي تحكي اللي مخبى بعيناي كيف ضاعت من هالحنية حتى القلب الكاين طيب كيف ضايع من حالي ويرجع فينا الماضي شوي على بالي على بالي أعرف شو اللي مغير فيه وسالي عالغالي بعرف ما عتبان علي عتب وعاللي كاين فيه مش هيدا اللي قلبه حبه ولا خصه بحالي لو في سحله الدمع اللي زرعته اخدته ضويله بهالعدم شمع ورجع كل شي بده يرجع كل شي مثل الاول على بالي على بالي لو في سحله الدمع اللي زرعته اخدته ضويله بهالعدم شمع ورجع كل يرجع كل شي مثل الأول على بالي على بالي شو مخبى بكرة وشو آخر الحكاية يا خوفي بقالي ذكرى بأيام الجاي ما في اتصور إنه عمري من دونه مكان عايش هالدنيا ومش عايش لو هيدي النهاية رجع فينا الماضي شوي على بالي أعرف شو اللي مغير فيه وسام على الغالي
سحلوا الدمع اللي زنادة أخدتوا طويلوا غال عدني الشامع ورجع كل شي بدو يرجع كل شي مثل الأول على بالي